هذا الشيف حيعلمني الخلطة السرية لألذ وأطعم سوشي في العالم، ومرة متحمسة أجربها. وإذا حابين تجربوها معايا، الآن أضغطوا زر اللايك واشتركوا عشان نستمتع بألذ سوشي. ويلا لشكو، معاكم آنيا الطباخة. ما وحشكم السكين هذا؟ والله أنا وحشني سكين آنيا كيوت سكيري سوشي. يقول عندك ثلاثة حيوات، إذا متي لا تيأسي ترى حترجعي مرة ثانية. أهلا بكم في المقابلة الشخصية. الله، هذه الحين المقابلة الشخصية. أوكي، يقول أنا اسمي هيريشو، اليوم أنا حعلمكم كيف تطبخوا المون لايت سوشي. اللي عمره 15 سنة أو شيء زي كذا، والله ما أدري. إحنا بس نوظف الناس الأفضل، أكيد الأفضل بيكالولي. يلا يا أستاذ شيف، خلينا الآن نتعلم كيف نسوي السوشي. ليتس جو. كمان في ضيوف حيذوقوا أكلنا اللي هم أنتم. لازم تقيموا الأكل اللي إحنا نسويه. أوكي، شوفوا المكان، هذا هو. نروح نقطف الأشياء بنفسنا عشان نسويها ونطبخها. أوكي، كلنا انتبهوا من الأشياء الغريبة المرعبة اللي تمشي وسط المكان. أوكي، الطبق الأول، لازم نجهز الرز. الأبواب قال حتنفتح، فروحوا جيبوا هذا وحاولوا تبعدوا عن واحد اسمه جانيتر. أوكي، هذه المزرعة، تخيلوا ناخذها من هنا. أخذته. بالله هذا هو؟ لا 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 لا، بعد، حوس. الحين هذا شكله حتموت، شوفوا. قاعد يلحق وراها. ما يخوف مرة، عادي. يلا عندنا تايمر، عندنا 3 دقائق، لازم أكون أنا السريعة، هذا مكاني. الحين نطبخ الرز. يا سلام، شوفي كلولي قاعد تطبخ. الحين ناخذ الرز بعدين نحطه في الصحن. تمام، خلصنا الطبق الأول. طيب دحين نبغى تقييمكم للأكل. ها، إيش رأيكم؟ عجبكم الرز؟ طبعا من يد بيكلولي يعني شيء لذيذ. خلينا نشوف، نطمن عليكم، سويتوا لايك، سويتوا اشتراك، نشوف. والله اني قصيره ما اقدر اشوف. اوكي، يقول الطبق الثاني لازم نجهز، ايش اسمه هذا؟ والله نسيت اسمه، هو السيويد. لا لا، حتموتي يا هبله. الحين ناخذ من هنا، الحين حناخذ اسمها نوري، نطحنها قاعدين. تمام، عشان نسويها كذا مفرودة. ناخدها ونحطها في الصحن، ناخد الصحن ويلا عليكم بالعافية مع الرز. ادوني رأيكم. جينا للسوشي، بس سوشي بدون خضار. حناخد هذا وناخد هذا. يا سلام، اخذنا الاثنين مع بعض. حنحط هذا هنا ونحط الرز هنا. يا سلام، انا جوعت، ابغى سوشي، اكلتي المفضله. اوكي، ناخد هذا نحطه في الصحن وناخد الرز. الله الله على الفن، شوفوا سويت الطبق. الله، ادوني رايكم، قيمتوني 10 صح؟ شكرا، ادري انه مره لذيذ. سويت كمان يما، بسم الله، تفضل. الله، باقي لنا طبقين دحين. شوف، تخيل عندي دقيقة واحدة أخلص كل حاجة. لازم أكون سريعة، ترى عندي بس دقيقة واحدة نخلص كل شيء. أتوقع لو خلص الوقت هذا حيجي ياكلنا. ما أتوقع إنه حيكفي الوقت. شوف، باقي 30 ثانية. لا، باقي لنا طبق أخير، تخيلوا. هل حنقدر في 15 ثانية نسوي الرز؟ لا، مو وقتك. واه، موت. يقول خلص الكورس الاول، بس في طبق اخير انا ما سويته. لا، الحمد لله. يقول well done. لا، عادي، ما طردوني، الحمد لله. انتوا في خطر كبير، هذول زي الشرطه. يقول ما نقدر نشرح لكم، وقطع هذا. يقول انتوا في وسط حاجه سيئه جدا. اوكي، الله يستر. اوكي، انا احس انه انا خسرت عشان ما سويت ال6 اطباق، عرفتوا؟ الله، مكان خاص للسمك. يعني شوفوا، احنا الحين زي المسابقة حقت الطبخ، بس في أشياء ثانية قاعدة تصير غير الطبخ. في أخطبوط. أوكي، أصلاً اليابانيين يحبوا الأخطبوط. شو عندنا؟ 7 دقائق نخلصها. الله، الانجريدينتس، نجيب رز ونجيب انقلع، عندي 7 دقائق بس. أوكي، لازم نجيب شيء صغير كذا، سمكة صغيرة زي الدودة. أوكي، أول حاجة حناخذ الرز. تكفى، روح. هذا هو. اها، احنا هذه الدوده اللي نبغاها. الو، امسكني الاخطبوط، امسكني الاخطبوط. ما كنت ادري. يا رب، خسرت قلبي من قلوبي، بليز اعطيني فرصه ثانيه. عندي الان حياتين، يبغى ننتبه. اتوقع كذا.
اها اوكي كذا. اوكي هذيك ماتت. يا الله والله تحزن. حتى انا احزن، انا مت من الاخطبوط. السمكه فين نحطها؟ اتوقع هنا. دقيقه قاعد يقطع السمكه، نحطها هنا. اي والله يا ربي، شوفوا الفن، شوفوا الفن. طبعا السمكه نيه ها عشان سوشي. بالعافيه عليكم، باقي 5 دقائق. الطبق الثاني بسرعه بسرعه يا شيف. اوكي يبغى السمكه البينكيه. التونه، اوكي تبغى التونه. اخذنا التونه ورايا. اوكي اهلا وسهلا. هذيك ماتت بس انا، والله مسكينه. اوكي ناخذ الرز نحطه هنا، وناخذ السمكه ونحطها هنا. يا سلام، ادوني رايكم في هذا الطبق الثاني، التونه. مين يحب التونه؟ اكيد عمو بيسا. اولا لا حبيت هذا الطبق. ناخذ هذا وحناخذ هذا. هل حنقدر ناخذ السمكه؟ اه يقول لي ما تقدري بس تشيلي حاجتين. ليه قاعدين يصعبوها؟ اوكي خلينا نحط الرز هنا ونحط هذا هنا ونروح نجيب السمكه. اقدر اجيب معايا سمكه ثانيه احتياطا؟ خلينا ناخذ السلمون. السمكه هذه هنا نحطها بعدين نشيلها. اوكي حناخذ دحين هذا نحطه هنا. يا سلام، اتفضلوا اتفضلوا، جعل ما غيركم ياكل. والله شفتوا، جبنا السلمون من بدري. ناخذ هذا ونحطه هنا. يا سلام، عندكم سوشي بالسلمون. اوكي السمكه الموفيه. حناخذ التونه والرز. اتوقع هذا اخر طبق حقدر اسويه. ثانية واحدة. اوه ماي جاد، على اخر لحظة حطيت الصحن. نايس. تمام، يقول في طبق اخير حيتقدم، حضيفوا الفواكه. اوه نايس، شوفوا حبيت المكان. يقول تنبيه هنا برضو، هذا زي التنبيه. ما ادري، يقول في واحد مو هو، يعني في واحد قاعد يكذب عليكم، يقول انه هو شخص وهو مو شخص يعني كويس. ليكم قصدوا على هذا؟ يقول انتبه من الانابيب اللي بتسرب اشياء. اوه لازم ننتبه من هذا. الحين عندنا 3 اطباق. هذا مع افوكادو، وربي شكلها تشهي يا جماعه. نروح اول شيء عند الخضار نشوف. الله شوف المكان. لا هذا جزر، اللي قبل الجزر فين؟ هذا؟ ايوه هذه. انا ماني داريه فين، الحمد لله ما طلعت لنا. انا امزح، خلاص خلاص روح. اتوقع هذا اللي ننتبه منه. التحدي صار اصعب. اوكي اوكي بسرعه بسرعه، اصلا شفت جزر المفروض ما اجيبه. ايش رايكم نجيب نوعين من السمك؟ لا العجله العجله، في العجله الندامه. الحين نروح ناخذ هذا اسمه فلاوندر، وناخذ التونه كمان. هذه حنحطه هنا. تمام هذه حناخذها حنحطه هنا. ممتاز، الحين حنقطع هذه السمكه وحنروح نجيب الرز والسيويت. اخذنا الرز والسيويت. ما تخيلوا طولت في طبق واحد والله. الرز شكله حيظبط كل حاجه. ايوه يا الله ظبطنا الطبق. يلا قولوا لي رايكم فيه. اوكي نايس، الجزره موجوده، نخلطها ببعض. يا سلام، واخر شيء باقي الجزر. فيك الطباخ وربي حقدر اخلصها ان شاء الله. الطبق الثالث، اوه خيار. يبقى السمكة الأورنجية. حنروح دحين ناخذ الخيار. الخيار أتوقع هنا. أيوة، إيش فيه؟ إيش صار؟ أنا ما مت، أنا ما مت. الخيار، أوه ماي جاد، جاتني جلطة يا جماعة، انفجعت. نايس نايس، آخر طبق قربنا. آخر شيء آخر شيء آخر شيء، وربي خلصت في وقت مرة قياسي. يا سلام يا سلام. اوكي باقي اخر كورس، اخر طبق نخلصه. هذه اطيب والذ الوصفات عندهم هنا. لا بليز تكفى، ما عندي الا قلب واحد. اوكي يقول عنده اكسس قليل، يعني اكسس محدود في المنطقه، يمكن يقفل. لا في حشره. الدائره هذه شيء غريب، يقول وصفه سريه او شيء زي كذا. او هذه stay away from the lights، يقول ابعد، خليك بعيد عن النور. طيب الوصفة من وين اخذها؟ they can't see you under here. اوكي اوكي خلي هذا يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يستر. كفو، ممتاز ممتاز، قربنا. اشوف لازم الحركة حقتهم تطلع فوق. اوه ما عندي الا حياة واحدة، لازم ما اموت. اوه هذه هي، ايش هذا؟ هذه الخلطة السحرية؟ ايش فيه؟ اوكي بسرعة بسرعة ما عندي وقت. اخ
لا لا خسرنا 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 يا ربي. لازم اركز. تمام هذا خليه يعدي، اول ما يعدي امشي. ممتاز يا سلام، هذه هي الحين احنا لازم ننزل صح. اوكي هذا اول ما يمشي نحرك. ممتاز 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 اخيرا. اوه لازم ننتبه من اللي هنا. لا 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 دعست على السائل هذا، ما ادري حطيت السائل. يا سلام سويناه. غريب هذا السائل يا جماعة، غريب مرة. باقي لي آخر حبة. يا سلام، نحط السمكة ونحط الرز. يا سلام، شوفوا شوفوا شوفوا، قولوا لي رأيكم، إيش رأيكم، لذيذة ولا؟ يقول انتبه في وحوش جاية الآن لك، ولقينا مخرج لازم تطلع منه. أوه قاعدين نشغله الآن. اوكي هذا هو المخرج، عندنا وقت لازم بسرعة نلحق قبل ما يصير هذا. اوه هذا قاعد يمدحنا. شكرا شكرا. اوه يبوا يقابلوني شخصيا، يقولوا يبغوني اقدم الحلا. لا واو واو واو، انا الحلا انا الحلا يا جماعة. واو ما اشوف شيء. اوكي نايس نايس، وصلنا خلاص، وصلت. يس يس يس، كان يلحق ورايا. قاعد يطلع فوق. هلا والله. هاي نو قاعد يكسر. وات تخيلوا انا يقول لي الحلا. اوكي صح كلامك بس ما حتاكلني. يقول هذا معمل كيمورا للابحاث. ما انت عارفه ايش هذا المكان؟ لا الميوزك ما يطمن. يقول نبي نصنع سوشي لذيذ بدل الممل اللي دائما، ودائما اي شيء جديد هو اللي ملفت. اوكي يقول لقى وصفه جديده، ولقيها في اعماق المحيط الوصفه. واو هذا المخلوق المعروف الوحيد. وكل الباب طيب، الدي ان اي حقه غير، هو مخلوق غير عن اي مخلوق ثاني، ويستخدم البيضات حقته عشان يسوي. اوكي جيجي احنا متنا. اوكي مع السلامه، شكرا على المعلومه بس انا لازم اطلع. سررت بمعرفتك وانا اسف جدا جدا. شو قاعدين يطلعوا البيضات حقته، والله مسكين. اوف طالعوا، هذا واحد من اللي كان يطبخ. يقول يلا خلينا ناكل، شوف ايش حيصير له لما ياكل البيضات حق ذاك المخلوق. عجبه. اوكي يقول طعمه زي التفاح وفي اثار جانبيه ممكن تسر له. واو يتحول. ياه خرجوني خرجوني، هذا هو السوشي المرعب يا جماعه. اوكي في كل الباب طلعوني، انا ما بصير سوشي مرعب. اوكي يقول اصلا هذا المخلوق مو من عالمنا، من عالم مره مختلف تماما عننا، يعني فضائي. يقول ما حد حيقدر يلقاه. طب انت كيف لقيته يا كذاب؟ اوف اوف انا موت انا موت، لازم تطلع من هنا. يقول لي هذول زي الامن. لا اله الا الله، شوفوا سوشي المرعب. طب كل البوابه. واو لازم اركز. ولو ركزي قالوا لي ركزي. اوكي جي 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 جي، بصراحه او ماي جاد دخلت الدايمنشن، دخلت الدائره اللي كان يوصفها اللي تودينا للعالم هذاك المخلوق الغريب. ايش اللي كان يلحق ورايا؟ او ماي جاد مخي لسه انا ما استوعبت شيء. تبي كنتينيو يتبع كمان. وات هل انا حروح للعالم حقه مره ثانيه؟ دام خلصنا لعبه السوشي المرعب. اتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه، لا تنسوا اللايكات، واراكم في حلقات اخرى. باي باي.